طيب هلأ صار البلد بلا رئيس جمهورية، انه يا فرحتنا. يعني المشكلة مش انه انت مع ميشيل سليمان او ضده، السؤال كان ورح يبقى انت شو بدك، مين بدك وقديش بدك. انت ناوي تكفي معنا بالبلد يما ناوي تكفي على البلد؟ كان قلبي حاسسني من زمان وهلأ صار نائزني أكتر. ميشيل سليمان قال اللي قاله وراح، رمى المحدلة بساحة الضيعة وقال شيلوها، شرفوا يا قبضيات شيلوها. وين غلط الزلمة؟ قال يا اخوان ارحموا البلد، ارجعوا على البلد، تعوا نتفاهم سوا. قطعوا ورجموا وكسروا الفخار ورا منه. طيب والبلد بعد في كم هبيلة هكلان هم البلد، وانا واحد منهم. هذا رأيي، فكر فيها.